ينضم إلينا من كييف دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بك دكتور عماد معنا. في البداية دكتور عماد، ما الذي يعنيه استقالة وزير الخارجية ديمترو كوليبا من منصبه وأيضا 6 أعضاء من الحكومة والسياسيين في هذا التوقيت الذي تشتد فيه المعارك بين روسيا وأوكرانيا؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية بالنسبة لوزير الخارجية، هو كان يعني مهني وكان متميز وله انسجام مع القيادة السياسية، فلا أعتقد أن هناك خلافات داخلية وراء هذه الاستقالة. أنا قابلت شخصيا وزير الخارجية قبل 10 أيام في حفل عيد الاستقلال، وتبادلت معه الحديث حول الوساطة العربية المتوقعة في حل الخلاف والحرب الروسية الأوكرانية، وكان يبدي تجاوبه، ولكن يبدو أن هناك حراك داخلي في القيادة السياسية العليا هي الأقدر أو هي التي يعني لديها ربما حيثيات، ليس فقط على التغييرات، ولكن ربما لديها توجهات تريد إما أن تحدث من كادرها السياسي وتضيف كوادر جديدة لديها خبرة خاصة في المفاوضات المتوقعة، أو ربما هناك بعض الخلافات الداخلية. لكن حتى الآن لم يتحدث أي معارض سياسي من الأحزاب الأوكرانية أو المحللين عن وجود أي خلافات داخلية. الحديث فقط يدور على تصريحات سابقة للرئيس زيلينسكي كان يقول فيها أن بعض القيادات أحيانا تستنفذ جهودها وبرامجها وتؤديها بشكل ناجح، ولكن التطوير والتحديث الدائم يحفظ أمن وسلامة أوكرانيا ونهضتها. نعم، ولكن دكتور عماد، يعني هذه الاستقالات كما تحدثت أنه ربما يكون هناك حراكا سياسيا في القيادة السياسية العليا، هذه الاستقالات برأيك هي ضغوط من قبل هذه القيادة على أولئك المسؤولين، أم أنهم يعني يرون فشلا ربما في إدارة تلك الحرب وبالتالي تقديم الاستقالة؟ لم يكن هناك خلال الفترة الماضية ومشاركاتنا أيضا مع الحكومة الأوكرانية في عدة منتديات وبرامج يقيمها مكتب الرئيس ورئيس الوزراء، لم نشهد أبدا نوع من يعني ملاحظة يعني أي تجاذبات بشكل أو آخر. لكن باعتقادي ربما الآن أوكرانيا مقبلة على مرحلة جديدة ستتخذ فيها قرارات حاسمة، وربما هذا الأمر يحتاج إلى توافق لأعضاء الحكومة، فبالتالي تغيير مثل 4 وزارات منها وزير العدل، وزير البيئة، وزير الخارجية، فهذه إشارة واضحة أن هذه الوزارات عدا وزير الخارجية ليست من الوزارات المرتبطة بالقرار العسكري. أعني لا يوجد تغيير مثلا لوزير السياسة الداخلية ولا وزير الدفاع ولا الكادر العسكري، فبالتالي لازلنا نترقب التصريحات والتحليلات الداخلية الأوكرانية التي ستظهر فحوى هذه الاستقالات في هذا التوقيت الزمني تحديدا. نعم، هل أبدأ الرئيس الأوكراني زيلينسكي أي موقف تجاه هذه الاستقالات، وأيضا ما هي ردود الفعل في الداخل الأوكراني على هذه الاستقالات لعدد من السياسيين وأعضاء بالحكومة وآخرها وزير الخارجية؟ يعني بداية، نحن قبل يومين تحديدا بدأنا نسمع أن هناك بعض الوزراء قد يتم إقالتهم أو يقدموا استقالة، وفعلا تم ذلك بالأمس، واليوم يعلن وزير الخارجية ذلك. كل وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لم يعلق أحد أطلاقا على فحوى الاستقالة أو توقيتها، أو هل هناك خلافات أم هناك فقط تحديث للكادر الحكومي. لا يوجد إطلاقا في كل يعني المواقع بما فيها مواقع القيادات السياسية المعارضة، ونعني بها الأحزاب المعارضة الأوكرانية أو القيادات السياسية التي سبق أن كان رؤساها كانوا أعضاها إما رؤساء لأوكرانيا أو رؤساء وزراء أو وزراء في الحكومات السابقة. للآن الكل يترقب والكل ينتظر من الذي سيبدأ يعني التحليل أو التعليق على هذه القرارات الجديدة. نعم، أيضا دكتور عماد، الهجوم الروسي الأخير على
العاصمة كييف وأيضا مدينة ليفيف بالطائرات المسيرة والهجوم الصاروخي. كيف يقرأ هذا الهجوم، وأيضا هل يعتبر هذا جزء من الرد على الهجوم الأوكراني على مدينة كورسك الروسية؟ الأمر وارد بالتأكيد، يعني أن روسيا تحاول أن تؤكد أن من راهن على أنها انكسرت أو أنها توقفت، هي لم تتوقف ولن تتوقف، وواضح أن شراسة هذه الهجمات الكبيرة المتزايدة والمستمرة خاصة خلال الثلاث أيام الماضية. قبل ثلاثة أيام كان استهداف بلطافا، أمس استهداف أول أمس استهداف كذلك كييف، أمس أو صباح اليوم استهداف لفيف. حتى الآن أعلن عن قتل 7 مواطنين وجرح أكثر من 35، وربما تزداد أعداد القتلى لأن هناك أكثر من 13 مدني مفقود، علما أن هناك كما أشار عمدة المدينة لفيف أن هناك أكثر من 50 بيت متضرر. لا ننسى أن مدينة كيرفيغراد وهي في وسط أوكرانيا أصاب أحد الفنادق فيها أيضا يعني صاروخ، وتم تدمير المبنى من الطابق الثالث إلى الأول، وهناك 5 جرحى حتى الآن. إذن تكثيف الهجمات واضح أن هناك توجه روسي ربما للضغط أكثر على القيادة السياسية الأوكرانية، ليس فقط في ملف كورسك بل في مسألة قبول التفاوض وعدم التصعيد من قبل أوكرانيا. لكن لا ننسى أن أوكرانيا أصلا دائما تنظر في حجتها أمام المجتمع الدولي وأمام حتى الصف الداخلي الأوكراني حتى يبقى متماسكا، أنها هي تدافع عن أراضيها، كيف يمكن أن تقبل التنازل عن الأراضي دون أن يكون هناك توافق دولي ضمن الميثاق الدولي؟ لم يكن هناك أي استفتاءات رسمية بإشراف دولي، لم يكن هناك توافق على حل المشاكل الخلافية بينها وبين روسيا، فلجأت روسيا إلى القوة، فبالتالي هي حتى الآن تحاول أخذ أقصى ما تستطيع من الدعم الدولي، ليس فقط في الدعم العسكري والإنساني بل بالوصول إلى تسوية عادلة تقبلها أوكرانيا ويقبلها الشعب الأوكراني. فإذا الواضح أن التصعيد الروسي المستمر هو رسالة كبيرة للمجتمع الدولي وحلفاء أوكرانيا أن روسيا لن تتوقف، وبالتالي هذا الأمر ينذر كما ذكرت سابقا عبر قناتكم الكريمة عبر القاهرة الإخبارية أننا أمام مرحلة استنزاف عنوانها استنزاف كامل ومباشر ومتصاعد من حيث حدته ومن حيث أضراره، وهذا الاستهداف لأوكرانيا ولروسيا على حد سواء، ليس فقط لأوكرانيا، فروسيا أيضا تواجه هجمات عبر المسيرات الأوكرانية، والتي كان قبل أيام في هجمة واحدة أكثر من 150 إلى 200 مسيرة تنطلق في يوم واحد ويصيب بعضها ضواحي موسكو وتستهدف المحطات الطاقة العسكرية أو المحطات الطاقة التي تزود لوجستيا الآليات العسكرية. نعم، هذا التصعيد الروسي الأخير على كييف وليفيف دكتور عماد أدى إلى تضرر بالمباني السكنية ويعني أضرار كثيرة، وصفارات الإنذار تدوي في عدد من المناطق التي استهدفها القصف. كيف تتعامل أوكرانيا أو ما هي الإجراءات لحماية المدنيين في ظل هذا التصعيد الكبير من قبل روسيا؟ يعني كما تعلم أنا منذ بداية الحرب زرت كل المدن الأوكرانية، ودائما كلما كنت متواجد قريب من هذه المناطق أزورها مباشرة للإطلاع والمعاينة، لأكون يعني مرتاح نفسيا في تشخيص وعرض المشهد كما هو في الواقع. حقيقة كثير من المناطق التي رأيتها سواء وقوع صواريخ أو مسيرات هناك الاحتمالات مختلفة، هناك بعضها كان الصاروخ يسقط مباشرة وهناك صور فيديو بدون دوبلاج واضحة للخبراء أن الصاروخ سقط مباشر على مبنى وهو مبنى مدني، هناك أهداف أو أماكن مدنية وقعت شظايا سواء شظايا صواريخ أو طائرات مسيرة. أوكرانيا تركز في الدفاع عن المواطنين في عدة أمور، بداية تحاول فرض مزيد من العقوبات على روسيا للحيلولة دون قدراتها على التصنيع العسكري، محاولة إقناع الغرب بإمكانية السماح لها باستهداف الخطوط الخلفية الروسية في الأراضي الروسية وهي محددة، قواعد عسكرية، مطارات عسكرية أو أماكن لوجستية تدعم الإنتاج العسكري فقط ولا يكون هناك أي استهداف للجانب المدني. الأمر الثالث أيضا أوكرانيا تحاول أن
تقوي قدراتها الدفاعية للدفاع المدني والصليب الأحمر والمستشفيات التي تعمل بآلات حديثة جدا، يعني تستطيع خلال وقت وجيز تقليل الخسائر. لكن حتى الآن كل هذا الدعم الغربي لم يتح لأوكرانيا حماية المدنيين ولا المباني السكنية، وأكبر شاهد أننا خلال أسبوع واحد نفقد مئات المواطنين الأوكران ومئات الضحايا من الجرحى وكلهم مدنيين. وهذا حقيقة ما يثير غضب الشارع الأوكراني، أننا في الجبهات نضرب المناطق العسكرية والجنود والجيش الروسي والمعدات العسكرية، حتى في العمق الروسي نستهدف المطارات العسكرية وغيرها. فبالتالي لازلنا نراوح ونأمل أن تكون مفاوضات قريبة توقف هذا الدمار والتدمير الكارثي. نعم، بالتأكيد للمفاوضات أهمية كبرى في وقف هذا النزيف. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.